عادل عبد المهدي هو رئيس الحكومة، والناس يعني انقسمت ما بين مؤيد لهذا التغيير الذي حصل أن يأتي الدكتور عادل عبد المهدي من خارج المعادلة السياسية المتداولة، خارج العرف السياسي، ويكون هو مرشح التسوية ربما كي يقدم ويحظى بثقة القوى السياسية. ولكن هل ستكون له حر؟ يعني هاي المشكلة الرئيسية الآن تفكر الدكتور عادل عبد المهدي راح يختار الناس حسب كفاءاتهم، حسب قدراتهم، حسب المنهج التصحيحي اللي بدا من عنده، لو القوى السياسية راح تقبل برئيس وزراء لكن ما تتنازل عن حصصها بالوزراء. طبعا الشارع العراقي الآن يترقب مثل هذا السلوك السياسي من قبل كافة الأحزاب العراقية، وهو ينتظر تلك الشجاعة والجرأة لتنفيذ الوعود الانتخابية. احنا مرينا بوعود حقيقة فضفاضة وكبيرة، الكل كان ضد يعني المحاصصة، والكل كان ينادي بضرورة تفعيل خبرات أبناء البلد والطاقات المتخصصة فيه، لكن هذه هي تجربة الميدان، ويفترض أنه نحترم تجربة الميدان. هذه إرادة الأخوة النواب، تم اختيار السيد عادل عبد المهدي هسه بطريقة التوافق، بطريقة كونه مرشح تسوية، بطريقة رفض الولاية الثانية للدكتور العبادي، يعني بطريقة الالتزام بتوجيهات المرجعية. وأنا يعني أتحفظ على هذه الفكرة، لأن الدكتور عادل عبد المهدي كان رجل دولة، وهو ليس بمستقل حقيقة، ومعروفة انتماءاته. نعم هو غادر العمل السياسي في الأعوام الأخيرة، لكن انتماء واضح، وتجربة هو انتماء للمجلس الأعلى واضحة، هو انتماء سياسي للمجلس الأعلى، يعني والمجلس الأعلى انشطر. يعني أستاذ أحمد، المجلس الأعلى صار ثلاث قوى سياسية، حكمة ومجلس وبدر، فهو يعني ما معلوم على أي جهة محسوب بالنهاية. يعني هو الحقيقة التوجه يحسب على آخر مرحلة، لا مو آخر مرحلة، يعني عفوا هو الآن إذا يريد يجتمع ويا من يجتمع كحزب، يعني آخر فترة سياسية هو كان وين؟ كان في المجلس الأعلى. لا مو آخر يعني فترة، عفوا أستاذ أحمد، معلوماتك أنت بالميدان، أنت الأقرب أستاذ أحمد، حتى استقالته من الوزارة كان في المجلس الأعلى. ما يخالف أستاذ أحمد، أنت أقرب، أنت أعرف، يعني أكيد في أجواء المفاوضات. الدكتور عادل عبد المهدي لما يريد يقعد اجتماع ويا المكتب السياسي، يقعد ويا بدر، لو الحكمة، لو المجلس الأعلى، ويا دكتور همام حمودي، ويا من يقعد حتى نعرف عليه من محسوب؟ هو بعد أن بعد أن انفصل، يعني أو بعد الاستقالة، كان الرجل يعني ملتزم الصمت، وترك العمل الحكومي وأيضا يعني العمل السياسي، وبقى يراقب الأجواء من بعيد. جيد، إذن هو ما محسوب على جهة الآن. أنه هو فعلا مع يعني غض النظر عن هذه الفكرة، لازم هاي نقطة مهمة أستاذ أحمد، ما أقدر أغادرها، ارتباطه بجهة سياسية يعني بالإمكان استشراف سلوك السياسي للمرحلة المقبلة. لما تقول جنابك هو آخر انتماء بالحكومة السابقة كان على المجلس الأعلى، أنا الآن بدي أتفكر بأنه هو يعني يجلس مع المجلس الأعلى، مع باقر صولاغ، مع همام حمودي والقيادات الأخرى، ولكن الآن بكلامك يعني لا، هو تارك العمل السياسي، فما محسوب على جهة معينة. وهي نقطة إله مو علي. أنا قلت لك بغض النظر عن هاي الفكرة، افترض أنه هو ما محسوب على جهة سياسية معينة، هذا راح يؤدي بالضرورة إلى وجود يعني عدم دعم سياسي لهذا الشخص، خصوصا وأن رئيس البرلمان يحتاج إلى حضور الدعم السياسي. استقلالية الرجل كرئيس وزراء راح يضعه في الحرج حقيقة، على اعتبار أن هناك توجهات كثيرة للأحزاب العراقية بمختلف يعني انتماءاتها القومية والمذهبية، وهذه التوجهات قد تفضي إلى نوع من التصارع حقيقة في اتخاذ الكثير من القرارات أو حتى تشريع الكثير من القوانين. ونحن نؤمن أن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة رجال دولة، مرحلة رجال التخصص، مرحلة تنظر إلى الخدمات. تتكلم بي أستاذ أحمد جدا مهم، أريد أسألك.